السلام عليكم قناة لطيفة البرقية ومقالة لطيفة، ترحب بالجميع اليوم بحول الله. كيف تشوفوا معنا موعدنا مع عجين الصابلي رائع، تيليق في نفس الوقت الحلويات دواز أتاي والطرطات. بونجور، اكتيفي سيل فو بلي سيتي تراج بور بوفوار سويف افيك نو سيت روسيت دو باز دو بات اسابلي سبيسيال بور لي غاتو دو تي اي بور لي تارت. نتمنى تعملوا اشتراك، ونتمنى تشجعوا القناة باللايكات تاعكم، وتشجعوا المعارف تاعكم بالانضمام الينا في القناة. بحشنا 250 غرام تاع زبدة العبار، 250 غرام تاع سكر كلاصي، 40 غرام تاع بودرة اللوز، جوج تاع البيضات، معلقة صغيرة تاع فاني بودرة ولا ما كانش باكية تاع سكر فاني، واحد القوصة تاع الملحة، و 600 غرام تاع الطحين تاع الحلويات. واحد الإناء بالنسبة لي أنا درت في قصعة، غادي نديرو البيضة الملحة الفاني والسكر كلاصي، ونحركو مزيان بأصابع اليد وندمجو العناصر كلها مزيان حتى يذوب لنا البيض مزيان، ونزيدو زبدة دايبة وندمجو جميع العناصر حتى تجانس مزيان. كيف تشوفوا معايا ضروري ما تجانس مزيان. نزيدو طحين مغربل ونزيدو بودرة اللوز، ونخلطوا العناصر بلا ما ندلكوا في هذه المرحله، لان ملي تنزيدوا الطحين الصابلي ما تيبغيش يتدلك، ونجمعوه دغيا ونديروه في شي بلاستيك ونخليوه يرتاح. الا حنا باغيين نستعملوه نخليوه يرتاح على الاقل ساعه في الثلاجه، اولا نحتفظوا به في المجمد. وهكذا سيداتي تنوصل لهذا العجينه الرائعة تاع الصابلي اللي تمكننا نوظفوه في عدة حلويات دواز أتاي التي يدخل فيهم الصابلي. وأحسن من هذا هو أن هذا الصابلي يمكننا نحتفظوا به في الثلاجة 4 أيام، وهو في بلاستيك غذائي، ويمكننا نحتفظوا به في المجمد إلى 4 أشهر، نقسموه إلى قطع حسب الحاجة وندخلوه المجمد. نتمنى سيدتي تعجبك الوصفة وتجربيها في عدة حلويات الصابلي والطرطات. نتمنى ما تنساوش القناة باللايكات، وتعملوا اشتراك، وتشجعوا الأقارب تاعكم على الانضمام إلينا. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى.